السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، خبر عاجل. أفاد موقع الجيري الإخباري أن الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجارية سمير شعبنة قد استقال من منصبه بسبب ازدواجية الجنسية لديه بين جزائرية وفرنسية، وهذا ما يمنعه القانون الجزائري. وحسب ذات المصدر نقلا من مصادر مطلعة أن شعبنة التقى الوزير الأول عبد العزيز جراد واعتذر له طالبا الاستقالة من المنصب، شاكرا رئيس الجمهورية الذي وضع فيه الثقة كونه عضو نشط جدا في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني. وللإشارة عين شعبنة في التعديل الوزاري الجزئي الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية ومس بعض الحقائب الوزارية. وذكر المصدر ذاته أن شعبنا تخلى عن المنصب إنهاء للجدل الحاصل حول المادة 51 من الدستور التي تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السامية.